السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة اعرف دينك على اليوتيوب، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصص وعبرة. النهاردة قصتي تعني للأمل وإن ربنا عمره ما هينساك. في يوم من الأيام كان أحد النساء الأغنية جدا بتشتري بعض اللحوم بمناسبة شهر رمضان، لأنها عندها عزومة كبيرة جدا ولازم تشتري كمية من اللحوم عشان خاطر تقدر تقدمها للضيوف. المهم دخلت على الجزار وعمالة تقول له بقى 5 كيلو من هنا و5 كيلو مش عارف ايه ومش عارف ايه، المهم حاجات كتير جدا عشان خاطر العزومة ديت، لان طبعا كان في رهن شهر رمضان وعايز تكرم ضيوفها. وفي اللحظة ديت دخلت واحدة فقيرة جدا بتطلب من الجزار المصورة، طبعا انتوا عارفينها العظم بتاع البقر والجاموس. فطبعا الست الغنية دي لما شافت الموقف ده وهي بتطلب المصورة انها تعمل شوربة عليها لعيالها فحزنت. راحت كاتبة الورقة للجزار اعمل نفس الطلبات دي للست دي، بس ما تقولهاش مين اللي دفع الحساب. المهم الجزار بدأ بالفعل في تقطيع الكميات ليها، والست طبعا مستنيه تقول له يا عمي بعد اذنك عشان خاطر بس الاولاد وبتاع والفطار قرب والكلام ده كله، فحاول تنجزني، ده ماسوره يعني مش محتاجه الوقفه دي كلها. قال لها يا حاجه ما تخافيش رمضان كريم. قالت له الله اكرم. المهم الراجل بعد ما جهز الحاجات للست الفقيره ديت بيديها لها، بتقول له يا عمي انا مستنيه الماسوره مش مستنيه الحاجات دي كلها، اكيد انت غلطت. قال لها لا مش غلطت، انت قلت ايه رمضان كريم وفعلا ربنا اكرم. المهم الست بعد مضض وبعد محايله خدت الحاجات دي ومشيت بيها لحد بيتها. الست الغنيه حبت تعرف الست دي هتعمل ايه وفين بيتها عشان خاطر تقدر تساعدها بعد كده. مشيت وراها بالسياره على خطواتها ولقت المفاجاه ان الست بقت عماله توزع كيس كيس على الفقراء اللي قابلهم في الشارع. واحد عامل نظافه تدي له كيس، واحده بياعه خضار تدي لها كيس. فاستغربت، انا مديك الحاجات دي ليك انت. قبل السيده الغنيه ما تترك المكان للجزار حصل موقف جميل قوي نسيت احكيه لكم، ان الست وهي جايه تدفع الحساب للست الفقيره الجزار قال لها لا انت مش اكرم مني، الحساب ده عندي انا. قالت له ازاي انا لازم اخد الثواب. المهم بعد محايله مع الاثنين هي دفعت النص والجزار شال النص. نرجع الست طبعا تبعتها بالعربيه ولقيت عماله توزع الاكياس على الفقراء اللي في الشارع، مره لراجل عامل نظافه مره لبائعة خضار. فراحت نازله من العربيه وخلاص كميه اللحوم معاها تنتهي، فقالت لها على فكره طب كنت شيلي حاجه لنفسك. قالت لها يا بنتي انا ما عنديش ثلاجه، واللحمه دي لو خدتها معايا لحد البيت هتبوظ، فالناس دي اولى مني، وانا الحمد لله شلت كيلو على جنب لاولادي، ده انا كان كل همي يا بنتي حته ماسوره اعمل عليها شويه شوربه للاولاد وربنا كرمني بكيلو لحمه. الحمد لله يا بنتي رمضان كريم. فالست ردت عليها وقالت لها الله اكرم. اعرف ان الفقير دوت مهما وصل لدرجه عنده عفه وبيحس بغيره اللي فقير زيه. كانت ممكن تقول طب انا مالي، ده ربنا اللي رزقني بالحاجات دي كلها واعملها كلها في يوم واحد واقعد اسخن فيها اسخن فيها لحد ما تخلص، ولكن هي حست بالفقير اللي زيها وبقت توزع عليه عشان خاطر في يوم من الايام يدعي لها دعوه كويسه بدل ما كانت تروح عندها وتبوظ. الست الغنيه اتعلمت درس جميل جدا ان القناعه كنز لا يفنى، وعرفت ان الفقير ده اللي عنده عفه وعنده ان هو عدم سؤال للغير وان هو عنده غنى النفس ده اهم من كل شيء. يا ريت نتعلم ان الغنى مش كل شيء وان الفحر الاسف ان الغنى مش كل شيء والفقر مش عيب. ربنا جعلنا سبب لانفسنا، لو كل الناس بقت غنيه مين اللي هيشتغل سباك؟ كانت المجاري كلها ضربت في كل حته وما كانش حد يجي يقول لك اركب لك حنفيه في بيتك ما انا غني زيك. مين اللي هيشتغل كهربائي؟ مين اللي هيشتغل دكتور؟ انا مالي ما انا عندي فلوس هشتغل ليه؟ عشان كده ربنا جعلنا طبقات عشان كلنا نخدم بعض، وعشان كده ربنا جعل الفقير والغني عشان الغني يحس بالفقير وان الفقير يحمد ربنا على رزقه. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم قصص وعبره. يا ريت ناخد العبره من القصه دي ونتعلم ان القناعه كنز لا يفنى. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم قصص وعبره. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ومشاركه الحلقه من باب الدل على الخير كفاعله. دمتم في رعايه الله وامنه.
سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.